طيب مشاهدينا دلوقتي نروح سريعا لمنى الشراوي ونعرف منها اخبار الرياضه واخر المستجدات بقى في الساحره المستديره. عندنا امبارح كان احداث كتير يا احمد هنعرفها دلوقتي بعد لما نتابع موجز لاهم الاخبار المحليه الرياضيه والعالميه الرياضيه. اليوم انطلقت ركله البدايه. نبتدي على طول مع بعض بأخبار الاتحاد المصري لكرة القدم اللي قرر تعيين إيهاب جلال مدير فني للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش اللي رحل مؤخرا عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022. كمان قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل رسمي رحيل البرتغالي فينجادا المدير الفني للجبلية من منصبه ضمن خطة اتحاد الكرة للإحلال والتجديد في كل الإدارات واللجان. والنادي الأهلي تصدر تصنيف الأندية الأفريقية الصادر من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن الفترة من أول إبريل 2021 ولغاية 31 مارس 2022. الاتحاد الدولي كشف للتاريخ والإحصاء عن أفضل 20 فريق في القارة الأفريقية، وتصدر الأهلي التصنيف بفرق كبير عن أقرب منافس له وهو فريق الرجاء المغربي. الفريق المصري استأنف تدريباته امبارح على ملعب من الملاعب الفرعيه في برج العرب بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها اللعيبه لمده 48 ساعه بعد الفوز اللي حققه الفريق البورسعيدي على النادي الاهلي بنتيجه 1-0 في لقاء الجونه في لقاء الجوله 13 عفوا بالدوري العام. بيستعد دلوقتي لنهضه البركان في الكونفدراليه. والنهاردة هتنطلق منافسات بطولة مانشستر للسكواش اللي تستضيفها المدينة الإنجليزية خلال فترة من 13 ولغاية 18 إبريل، وهتشهد البطولة مشاركة 10 لاعبين، 5 لاعبين من الرجال و5 من السيدات. القائمة ضمت محمد الشرباجي، مروان الشرباجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان ومصطفى السرتي. أما اللاعبات السيدات اللي هتشارك في منافسات البطولة هما سنة إبراهيم وهنا رمضان، منى ناصر، يثرب عادل ونادين شاهين. ونتحول بقى عالميا، وفريق ريال مدريد الاسباني اللي خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا رغم السقوط قدام تشيلسي بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية من المواجهة الكبيرة والرائعة اللي جمعتهم امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات لقاء العودة في ربع نهائي البطولة. وختاما مفاجأة غير متوقعة، اتأهل فريق فياريال الإسباني للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل اللي حققه بره أرضه قدام بايرن ميونخ بنتيجة 1-1 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب إليانز أرينا في لقاء العودة للدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا. مشاهدين احنا كده خلصنا أخبارنا الرياضية، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.